السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكريم غازي، وين رد يعني على المنتقدين تاع رمزي زروقي، وجه رسالة لهم يعني الناس اللي ينتقدوا زروقي. احنا يقول لك لا يجعل ما تدوروش عليه، وصايك لا يجعل تقعدوا في هذا الهضره تاعكم، خاص نعرفوا شي كاين. الله يجعل يقعدوا يربحوا برك، هذه اللي نقولها. والله يجعل خرج الزروقي نهار الكاميرو، نهار لعبنا كونت البالي، تدار في ستوري تاعو لا يبكي، قال لهم الناس عايرتني ووصلوا له العائله تاعو امه وكلش. المهم لاعبين ما يتلاموش، لعاب يضرب لعاب نتايا ما تعرفش لا راه فورما ماشي فورما، مام المدرب يدير فيه ثقة، يكون مليح ما يكونش مليح، ما كيفاش كيفاش تكون كاين الأجواء. ما نحكموش على لعاب بالخاف نطيحو عليه نعايروه، غاتش نهار اللي ولاو داروه مسخرة. نقل في قناة الهداف وين روبيو منا 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 منا، بصح ما تنجموش ما تعايروش هذو اللعابة. واحد متخرج من المدرسة عالمية، يعني تخرج قرا هذا على كرة قدم، قاري عليها قرا عليها ورقة وستيلو، كان صغير يقرا ورقة وستيلو، هذا طلع بالورقة وستيلو، هذا كي تشوفو واقف تعرفو عليه راهو مشا واقف يشوفو صايك، راه عارف عليه واقف. الوقفة تاعو في التيرا عارف كيفاش يقطع، علاش يوقف ذيك الوقفة تاعه، ماشي قضية روبيو. هذا يسموه رمزي زروقي، ناس لي يشبهوه، نتوما لي تشبهوه، حنا مش انا نعيط له رمزي زروقي ما نقولو لا روبيو لا والو، انا نفتخر بود الجزائر وصايك. علاش نقول روبيو؟ هاو نقول جزائري، رمزي زروقي جزائري وصايك. على نقولو بلي اللمسة تاعه هذا، هذه يدير صبا تاع روبي ويلعب هذا. حنا المهم نشوفوا واش تكلم ومن بعد نهضروا. كريم غازي الحديث عن رامي زروقي، عن لاعب متميز، عن لاعب ادى مستوى كبير، عن لاعب كان مفتاح لاعب تاع المنتخب الوطني في هذه المباراه، اللاعب الذي تلقى انتقادات في السابق. كيف تحلل مستوى هذا اللاعب؟ هل بالفعل سيكون اكتشاف هذه الضوء؟ شوف باش يكون في علمكم، انتقادات تاع اللعاب، حنا كاين واحد لي باج وين دخلوا عايروه وباينين لي كانوا يتمسخروا بمحرز نهار لي سبق شعره. ايا ونعرفوا شكون لي كتب له، قالوا لي راح له ساعدو يتبع حابس صبيغه نهار لي ما راحش البارسا، قالوا غير البارسا لي تنساها. استهزؤوا في غولي مبولعي، قالوا له بلي انت يا مراك جزائري، انت نص جزائري ونص كونغولي، ناس يعني بزاف صوالح. هذو الناس اللي استهزؤوا بهذ اللاعبين هما اللي كانوا يدعموا في ماجر ومشروع ماجر، ماشي جزائريين اللي يبغوا ليكيب ناسيونال. اللي يبغي ليكيب ناسيونال عمره لا استهزأ باللاعبين، وانا واحد من الناس مأمن بهم ولي يلعبوا. ما تنجمش تمسخر به، خاطش عليه غادي نص غادي يلعب لك بارتيه، يلعب لك يفوت لك اوت في بارتيه، بصح دير حسابك غادي في 20 بارتيه غادي يدحس عليك، يعبس عليك ويفوت. يعطيك بارتيه يعطيك بارتيه يلعب لك 40%، بصح بارتيات 20 بارتيه وحده اخرى يعبس عليك، يردك مسخره. هذه هي حنا وين نسمعوا واش تكلم غازي، وين رد يعني رد كمال. لا نوافقك الراي وما نوافقكش على الانتقادات. لاعب دولي، لاعب محترف، سي ان غران جوار، تحب ولا تكره، مام نهار جا في الديبي تاعو تحس باللي لاعب كبير، عنده اللمسه هذيك، يعرف يلعب الكره، عنده لا كواليتي تاعه، يسترجع كثير الكرات، عنده الحراره. عباك بلي شو نقول لكم حاجه، هذا رمزي زروقي مشي لهنا، مشي هنا بوركينا فاسو، مشي هنا، خاطش هنا بوركينا فاسو قلتها لكم ونعاودها لكم.
لعب لهنا لعب يعني رجع الوراء بعد ما حس جما بالماضي حس بالخطر وين رجع رد زروقي يلعب مع بن عمري. بصح كي تروح لمراكش لعبنا كونت بوركينا فاسو في مراكش، ديروا حسابكم باللي في مراكش اللي جاب لنا نقطه اللي جابها هو زروقي، هو اللي جاب لنا ديك النقطه امام غانا. يعني هرس شعال من الهجمه تاع غانا هرسها زروقي. على هذيك نقولوا الناس اللي ينتقدوه نورمالهم يخرجوا يقول لك كنا غلطنا، سبحان الله غلطنا نهار الاول ما عرفناش ما قيمناش ليشان ما قيمناش اللعاب، نورمال ماشي عيب ماشي عيب، ما قراءة تاعي كانت كنت غلط فيها. حرارة عندك بلي سي ان جوار اللي ما يكونش حر ما يكونش نسمعوا الناس على بالك الله غالب هل بالفعل سيكون اكتشاف هذه الدورة مثل ما فعلوا بالنصر في دورة مصر؟ واه نوافقك الرأي وما نوافقكش على الانتقادات. لاعب دولي، لاعب محترف، سي ان غران جوار، تحب ولا تكره، ما من نهار جا في الديبي تاعو تحس باللي لاعب كبير، عنده اللمسه هذيك، يعرف يلعب الكره، يطلع الكره ويسترجع كثير الكرات، عنده الحراره. عندك باللي سي ان جوار اللي ما يكونش حر في التيران ما تسنى منه والو، سيرتو ان ريكيبيراتور، وشنو عنده ليسبري اوفونسيف. لاعب زروقي هذايا يتميز بامكانيات كبيره، وعنده تري بيل افونير، ان شاء الله نشوفوه ان شاء الله في فريق خير من اللي راهو فيه دوكا. معليش بدون لغه التمني ونشوفوا ويكون واش هذه المباراه هذا المنصب تاعك البوست تاعك امبورتري تكنيك لون دي ماتش، هو لون دي ماتش في المقابله هذه بدون منافسه تكنيك، عطينا تقول لي في تكنيك امور تقنيه اللي ما عرفهاش الجمهور المشاهد بيان سير. باش تجي ريكيبيراسيون، قلت لك في ريكيبيراسيون صحيت لا ريكيبيري بوكو دو بال صحيت، ويطلع الكره فير لافونس وجاب البلوس لي زاتاكو دار لهم سوتيان. هذا هو واللي خلاه يخدم مليح ماندي واش نزيد نعطيك ويطلع خويا واش حبيت نقول لك على زروقي. يعني فينالمون نسالا في بوغرا باسكو بوغرا لا كلي تاع 2019 كانت بوغرا، وانا جو سوي سيديورا بوغرا قديورا قديورا لا كلي تاع 2022 هذه لاكان في الكاميرون سوف تكون زروقي، باسكو اون ايكيب كي اسبيرا جوي كاريمون بور غاني لا كان باش نربحو الكاس لازم تسعى منظومه دفاعيه قويه سورتو في وسط الميدان الاسترجاعي. شفنا يعني زروقي يعني الى دوميني المنافس والزملاء تاعهم، يعني خرج دي ماتش. حنا المهم نتمنوا يكونوا كاع فورما، يكونوا فورما لو 11 ماشي غير لو 11 شي مباراه وحده، يكونوا في 3 ماتش. حنا المهم دو ماتش الاولى هادو اللي غادي نلعبوهم سيرانيون هادي وغينيا استوائيه ما همش يعني معيار بالنسبه لينا، ما غاديش نحقروهم بصح ما همش معيار نربحوهم غادي نربحوهم وصايك هي وين مباراه غادي نشوفوا معيار نشوفوا خاطر نكونوا مكاليفيين نلعبوا نطلعوا الريتم ناخذوا الريتم كونت كوتيفوار هذا مكان ماشي الكوتيفوار تشوف المعيار تاعها خاطر حنا غادي نطلعوا الريتم كوتيفوار تشوف روحها ماشي حنا نشوفوا روحنا غادي كوتيفوار غادي دير التقييم تاعها معنا حنا الا ينجموا يقدموا ولا ينجموا ما يقدموش هذه هي وما حنايا دروك لي يلقانا كيما سيراليون غادي يشوفوا لا ينجموا يكاليفوا ما ينجموش يكاليفوا يقول لك نعاودوا نولوا ينجموا يعاودوا يولوا منا حنايا يقطعوا لي ياس وتبان لي سيراليون بدايه جمع النقاط وصايك جمع النقاط في تفادي اي حسابات ضيقه سيراليون غينيا استوائيه جيب وصايك 6 نقاط ايا وكاينه الكوت ديفوار قدامنا حنا فما كنشوفوا الكلاسمون كيفاش شوفوا الناس وين راهي اللي نبغوا نعطوه 7 حنا نعرفوا كيفاش نروحوا عنده نعطوه كف هذه متالي كاع المنتخب الوطني الجزائري راه في الطريق الصحيح لاعبين يعني كاع الناس هي واجده
عرفت شوف اللي وصلوا في المطار في الدوحه، زادوا وصلوا الكاميرون كاع الناس يواجهوا.